نركز اليوم على المرتكز الثاني وهو بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته من خلال 7 محاور وأهداف استراتيجية نحو نظام صحي يشمل الجميع وتعليم أفضل وتوفير عمل لائق وتنمية عمرانية متكاملة وضمان حياة كريمة لجميع المصريين والاستثمار في الشباب كشركاء اليوم وقادة الغد وأيضاً التمكين الاقتصادي وتكافؤ الفرص للمرأة في جميع المجالات. اعتمدنا في هذه الاستراتيجية على رؤية مصر 2030 والحوار الوطني والاستراتيجية الوطنية للصحة والسكان والاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية. أبدأ بالهدف الاستراتيجي الأول وهو 3 برامج رئيسية و5 برامج فرعية. البرنامج الرئيسي الأول إتاحة خدمات صحية متميزة وتحول رقمي والاستثمار في بناء القدرات البشرية والبرامج الفرعية كما سيتم سردها في العرض القادم. كان هناك مستهدف فيما يخص البرنامج الفرعي الأول وهو تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وتقدمت الحكومة بمستهدف في سنة 26-27 أن تصل خدمات التأمين الصحي لجموع المصريين لمعدلات 85%، وأيضاً على أن يكون هناك تطوير ورفع كفاءة ومنشأ جديد ل 530 منشأة صحية لعام 26-27، وذلك قد تحقق جزء كبير منه بالفعل في هذه المرحلة من خلال إضافة عدد من المواطنين لمنظومة التأمين الصحي الشامل حتى وصلنا إلى تغطية للتأمين بمعدل 78%. وأيضاً تم إسناد عدد كبير من المحافظات أو المستشفيات بداخل المحافظات في كافة المجالات التخصصية المختلفة. هذا ما كان تم التقدم به من خلال خطة الحكومة. التغطية الشاملة لمنظومة التأمين الصحي حالياً هي 64%. المستهدف أن نصل في عام 26-27 إلى 85%. بالفعل تم إضافة عدد حوالي 6 مليون بالإضافة إلى 2 مليون مواطن في تكافل وكرامة، وجاري العمل على الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بتسليم الكروت الائتمانية حتى يكون هناك إضافة 8 لـ8.5 مليون مواطن إلى منظومة التأمين الصحي الحالية، وهذا يصل بالمعدل كما هو كان مستهدف منه إلى 78%. الهيئة العامة للتأمين الصحي يوجد بها 23 فرع، 36 مستشفى بها مستشفيات متخصصة في علاج الأورام والأطفال، بالإضافة إلى تعاقدات قد تصل إلى 1673 جهة خارجية متعاقد معها، بالإضافة إلى العيادات الشاملة والعيادات المدرسية. كما ذكرت الوضع الحالي والمستهدف في نسب التغطية على مستوى الجمهورية بإضافة 8.5 مليون مواطن من عمال التشييد والبناء ومنتفعي تكافل وكرامة بتكلفة تقدر بـ10 مليار جنيه سنوياً تم التصديق حتى ينضموا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، ونصل إلى كثير من المستهدف في فترة زمنية أقل مما كانت مخطط لها. فيما يخص أيضاً التطوير الخدمات الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي من خلال إضافة أو تطوير المستشفيات في نطاق القاهرة والغربية ودمياط وسوهاج وأسيوط، سواء بإضافة مستشفيات جديدة أو تطوير ما هو قائم أو إضافة خدمات علاجية مستحدثة في كافة المحافظات سواء تشخيصية أو علاجية.